حياكم الله أصدقائي. انتهى لقاء الوحدات المتصدر مع الحسين إربد والذي أقيم على ملعب الأخير في مدينة الحسن الرياضية في إربد بالتعادل السلبي بدون أهداف. مجريات اللقاء يقدمها لكم يوسف البستنجي في سياق التقرير التالي. صوب استاد الحسن في مدينة إربد اتجهت أنظار الجماهير المحبة للأصفر والأخضر في مواجهة الحسين إربد والوحدات ضمن الأسبوع 20 لدوري المحترفين. الوحدات بدأ الهجوم المباشر على أصحاب الأرض، لكن آمال الأخضر اصطدمت بقوة الغزاة الدفاعية. الحسين إربد تجرأ وتحرر وتقدم ليتصدى حوت آسيا والوحدات لأطماع غزاة الشمال الصفر. قبل نهاية الشوط الأول هدد الوحدات وحاول التسجيل في مرمى أبو خوصة، لكن الواقع فرض نفسه في هذا الشوط برفقة الحظ وسوء الطالع للوحدات. أحداث الشوط الثاني آمال كبيرة تحملها جماهير الوحدات لحصد نقاط المباراة الثلاث ليعزز الوحدات الخطوط الهجومية بإدخال الصلحاني الذي لم يوفق حتى بلمسته للكرة. الحسين تحرر مرة أخرى وأعلن انتفاضة أمام جماهيره المتواجدة لتبقى مجريات اللقاء تهديد لا أكثر. الضغط النفسي اشتد ليترجم نجوم الوحدات هذا الضغط على أرضية الملعب ومحاصرة الحسين في الجزء الأخير من ملعبه ليهدر الوحدات العديد من الفرص التي كانت كفيلة بخطف نقاط المباراة التي أخذت أكثر من وقتها الأصلي والإضافي بقليل، ليرفع الحسين رصيده إلى 26 نقطة ليتقدم الوحدات إلى النقطة 40 بفارق 4 نقاط عن مطارده الفيصلي. فريقنا اليوم قدم مباراة كبيرة، الكل ما قصر، الكل قدم اللي عليه وزيادة، هدرنا مجموعة فرص، كنا قادرين على الفوز الحمد لله. هاي هيك ربنا رايد التعادل، بس مش نهاية الدنيا. الحمد لله قدمنا أداء كويس اليوم، والوحدات جاي علينا بده يفوز، لكن أحرجنا بأدائنا اللي كان كويس الحمد لله. فيش توفيق، لكن إن شاء الله يعني النتيجة مش ضدنا علينا، إن شاء الله نقدر نعوض المباراة الجاية. دايما مباراتين بإذن الله نقدر نعوض، وإن شاء الله شباب قدم المصري والله يوفقنا إن شاء الله. في وضح النهار هكذا يعترض غزاة الشمال الحسين إربد طريق الوحدات إلى اللقب، وربما هي النقطة التي فرضت نفسها على كلا الفريقين. هكذا يكون الوحدات قد يخشى سيناريو 2010 لتغادر جماهير الوحدات مدرجات الحسن عاقدة الأمال على المواجهة القادمة لحسم اللقب الذي يحمل عنوانا وحيدا لجميع الأندية، الولادة من الخاسرة. يوسف البستنجي، رؤيا. وفي لقاء آخر انتهت مواجهة الجزيرة مع شباب الأردن بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في اللقاء الذي جمع الفريقان على استاد الملك عبد الله في القويسمي. الجزيرة افتتح التسجيل في الدقيقة 17 عبر لاعبه يوسف السموعي، مستغلا تمريرة يوسف الرواشدي واضعا الكرة على يمين حارس مرمى الشباب ومعلنا هدف السبق للشياطين الحمر. وفي الشوط الثاني احتسب الحكم ركلة جزاء مشكوك في صحتها، طرد على أثرها مدافع الجزيرة مهند خير الله لينبري لها اللاعب عيسى السباح ويسكنها شباك الجزيرة، لينتهي اللقاء بالتعادل ويرفع الجزيرة رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع. أما شباب الأردن وصل للنقطة 23 في المركز التاسع. الحمد لله رب العالمين، كنا نسعى أنه 3 نقاط لأنه إحنا بوضع خطر هسا. الواحد زعلان على الفريق يعني بصراحة، أنه بده يقدم له إشي انه يقدر ينفذ من هالخطوره اللي احنا بنواجهها، بس لكن قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله رب العالمين، نقطه ولا خساره يعني تعادل ايجابي، بس يعني خساره لنا كمان. اخترف خسرنا لاعب بدايه الشوط الثاني، ظروف مباراه صرنا ب10 لاعبين، صار شوي حمل زياده على الفريق. اكيد مباراه، كل مباريات انا باعتقادي صعبه، خصوصا فرق بتنافس على الهبوط يعني، فبالتالي صعب جدا يعني على كل الفرق يعني، لكن ما هي كرة القدم مرات. وافق اتحاد الكرة على إقامة لقاءين وديين أمام كل من المنتخب البحريني والمنتخب الإماراتي استعدادا لبطولة كأس آسيا 2015. هذا وتقام مباراة المنتخب مع البحرين في الرابع من شهر كانون الثاني القادم في مدينة ملبورن الأسترالية قبل خوض النهائيات والتي تحتضنها أستراليا. أما اللقاء الآخر الذي يجمعه مع المنتخب الإماراتي في 31 من كانون الأول من العام الجاري.
يقام يوم غد على ملعب الشريف حسين بن علي في مدينة الخليل لقاء نهائي بطولة النكبة بين المنتخب الوطني الأولمبي ونظيره الفلسطيني. وكان المنتخب الوطني قد تغلب على كل من الباكستان وسريلانكا فيما خسر مباراة الافتتاح أمام المنتخب الفلسطيني ليحل في المركز الثاني في الدور الأول ليواجه فلسطين صاحبة المركز الأول بتسع نقاط. الجدير بالذكر أن هذه البطولة هي بتنظيم من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وتعتبر هذه هي النسخة الثالثة. اختار المستشار الفني لاتحاد التايكوندو تشين شوا كل من نبيل طلال ودانا حيدر للمنحة التي تساهم في دعم برنامجهما الاستعدادي للأولمبياد. وبدأ كل من نبيل ودانا حيدر بإجراءات تقديم طلبات الترشح للمنحة، وتعتبر هذه المنحة مقدمة من قبل لجنة التضامن الأولمبي في اللجنة الأولمبية الدولية لإعداد اللاعبين الأولمبيين للاستعداد لأولمبياد ريو دي جانيرو المقبل في عام 2016. تعاقد نادي مانشستر يونايتد رسميا مع المدرب الهولندي فان غال لقيادة الفريق في الموسم المقبل. وذكر الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي أنه تم التعاقد مع فان غال لمدة 3 سنوات، وسيكون الويلزي رايان جيجز مساعدا له في الفريق. ويأتي تعيين فان غال ليحل مكان المدرب الاسكتلندي ديفيد مويس الذي فشل في قيادة الشياطين الحمر ولم يحقق أي بطولة هذا الموسم، بالإضافة إلى عدم تأهله إلى دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي حتى في الموسم المقبل.